مارد لسه كان هيدير ظهره عشان يمشي، لقى شخص موجه السلاح في نص راسه. ليه مستعجل حبيبي؟ مارد بص للكينج ببرود شديد ورفع ايده. هيا اضرب ايها الزعيم. الكينج اندهش، هو ازاي بارد كده ومش بيخاف؟ هل تتصنع القوة ايها المارد؟ مارد قرب على الكينج، والراجل اللي ماسك السلاح شد الزناد واستعد لإطلاق النار لو المارد عمل أي حركة غدر. بس المارد همس للكينج، انظر من تلك النافذة وقل لي ماذا رأيت. بص الكينج لقى راجل ضخم لابس بدلة سودة ونضارة سودة وفي إيده ريموت رفعه كأنه بيحيي الكينج بيه أو بيظهره عشان يشوفه. الكينج بص للمارد اللي كان مبتسم. من هذا أيها المارد؟ إنه أحد رجالي يستمع إلى كل حديثنا الآن، وهو منتظر فقط إشارة مني ليضغط على زر الريموت فتنفجر لورا الجميلة ابنة أبيها. أنت كاذب، كيف وضعت القنبلة دون أن تشعر هي؟ وضعتها لها حينما كنا في طائرتك الخاصة لأعرف نواياك تجاهي، وهذه القنبلة دقيقة جدا. هل تريد أن تعرف أين وضعتها؟ الكينج بصله وعايز يسأل، بس الصدمة مسكتاه. ميرد همس في ودنه بكلمة وضحك. الكينج برق، لورا تجردي من ملابسك حالا. هيا لورا لا تخجلي، فكلنا قد رأينا جسدك من قبل. أيها المعتوه، وبتفكر تقلع هدومها. الكينج قرب من مارد بابتسامة مصطنعة، اهدأ يا رجل، هيا نتفاوض بسلام ونصفي حساب والدتك الجميلة. مارد اتفاجئ بس حب يظهر انه مش فارق معاه ان الكينج عارف ان ابنه جميل او لا. لا يوجد شيء لنتفاوض به، لقد انهيت كل شيء بغبائك ايها الزعيم. سأخرج الآن، ولكن اعلم جيدا أن هذه اليد لن تمد إليك مرة أخرى بالسلام. وقف بشموخ واتجه ناحية الباب. لورا، القنبلة في ملابسك الداخلية. بص للكينج وابتسم وخرج على طول. أما الكينج وبنته كانوا ميتين من الرعب وخايفين مارد يفجر القنبلة. الكينج كان هيتجلد حرفيا. كنت أنوي أن أضغط على جميلة بابنها لكي تأتي، لكن كل شيء انتهى. لورا بصت بخبز، هناك شخص ما إذا تأذى سينهار. مارد، من؟ أنجل. المارد رجع بنفس الطيارة الخاصة اللي ملك الكينج. وصل تاني يوم الصبح، دخل القصر، الكل كان نايم. فتح أوضته بهدوء، لا أنجل لابسة التيشيرت بتاعه ونايمة. ابتسم وكان مبسوط من حب أنجل الكبير ليه. دخل أخد شاور وراح عند المراية، حط برفيوم كتير من بتاعه اللي هي بتحبه وحضنها ونام بسرعة من الإرهاق وقلة النوم. أنجل بدأت تصحى على ريحة هي بتعشقها، لقت نفسها في حضن مارد. ما صدقتش نفسها. مارد، كنت متأكدة إنك راجع. قام مفزوع، بصلها وابتسم وحضنها أكتر. وحشتيني مش أكتر مني يا مارد قلبي. مارد قلبي، ونام بعدها تاني. بعد فترة أنجل صحيت، لسه هتقوم من جنبه. رايحة فين؟ هروح الجامعة. طيب أنا هوصلك، خلصي لبس وصحيني ومن هنا ورايح. مش هتتحركي من البيت إلا وأنا معاكي، تمام؟ أنجل بصت له باستغراب، أوكي، بس ليه ده كله؟ أنت ترشحت في الانتخابات ولا إيه؟ احتياطات أمنية شقية. قومي بقى. قامت وأخدت شاور ولبست وصحت مارد ونزل ركبوا العربية ومشيوا. بعد فترة وصلوا الجامعة. عامليلك مفاجأة جامدة النهاردة بالليل. مارد شدها لحضنه
أنا بعشق المفاجآت اللي بتكون منك. وكان لسه هيبوسها، جريت منه كانت بتضحك. مريود يا عيب، احترم الحرم الجامعي. كانت بصاله وبتضحك، وفجأة عربية كانت مستنياها. أول ما اتحركت أنجل، العربية جت عليها بسرعة البرق، خبطتها وجريت. ميرت اتجمد وبقى مش عامل أي ردة فعل. فاق من صدمته بعد لحظات لما لقى الطلبة اتجمعوا حوالين أنجل. جري عليها ودخل بين الشباب. أنجل، أنجل حبيبتي رد عليا. أنجل بصت له بابتسامة مختلطة، بحبك يا بابا، وغمضت عينيها. ميرت اتجنن. لأ لأ، مش هتموتي يا أنجل. كل الطلبة كانوا متأثرين، وواحد فيهم طلب الأسعاف. بس ميرت ما استناش، شال أنجل وحطها في عربيته بالراحة، وساق بأقصى سرعة وراح المستشفى. نزل بسرعة. يا بهايم، عايز ترول بسرعة، مراتي بتموت. أخدوها الممرضين وهو ما كانش راضي يسيب إيديها، وجات له حالة من الهستيريا لأنه شايف أنجل كانت إصابتها خطيرة ورأسها بتنزف. سيبها، خلينا نبدأ شغلنا. لأ لأ، مستحيل أسيبها تمشي، أصل أنت ما تعرفش أنجل دي بنتي، عمرنا ما افترقنا، ومش هسمح لها تسيبني. الممرضين أخدوها بالقوة. أنجل، أنا علمتك المقاومة، اوعي تستسلمي، انتي بنت المارد. دخلت أنجل أوضة العمليات، ومارد قعد على الأرض بانكسار. فونه رن أكتر من مرة، كان إسلام. رد عليه، أنجل بتموت يا إسلام، عايزين ياخدوها مني. لو أنجل جرى لها حاجة، محدش هيقدر يوقفني. أنا جايلك انت في أي مستشفى. إسلام خرج على طول ورغت سمعته، وحطت إيديها على بقها وحضنت ابنها، وبعدها كلمت جميلة وراح على المستشفى. الكل كان في المستشفى، كانوا مستنيين أي حد يخرج يطمنهم، لكن ما كانش فيه حد بيطمنهم. مارد قرب من إسلام. ماركو الكلب، لو أنجل جرى لها حاجة، مش هيكفيني حرقه هو وعيلته. جميلة مسكت إيد مارد، عايزك شوية جوه. دخل أوضة فاضية. عيط يا ماما، ما تكتمش جواك، هتتعب أكتر. مارد وهو في حضن والدته انهار بكل معنى الكلمة. خايف تروح مني، مش هقدر أكمل من غيرها، أنا راضي تكون بنتي بس ما تسيبنيش. فضل شوية مع مامته لحد ما سمع دوشة برا، خرجوا بسرعة. جهاز الصدمات بسرعة. أخذوا الممرضين جهاز الصدمات وقفلوا الباب تاني. ادعوا لها، النبض ضعيف قوي، احنا عملنا كل اللي علينا، والمشكلة مش بس في الإصابة، المشكلة انها كانت حامل وعندها كسر في الحوض، حالتها حرجة جدا. الدكتور سابهم ومشي وهو حزين على حالة أنجل. مارد بص الإسلام، هتعيش صح؟ قول يا رب. هتعيش يعني هتعيش؟ بقولك مش هسمح لها تموت. كان في راجل كبير قاعد بيقرأ قرآن، وقف وقرب عند مارد وطبطب على كتفه. اتقدم مع ربنا، لما تكون عايز تطلب منه حاجة قادر ينجيك ويسيح عنك كل شر. بدل ما بتعاند القدر، روح صلي الظهر وادعي لها انها تقوم منها بالسلامة. انا بعصيته للوقت، هيقبلني؟ هيقبلك. انا بشرب، هينفع اروح اصلي؟ لو مش شارب دلوقتي هينفع؟ مش عايزها تضيع مني، انا ممكن اعمل اي حاجة عشان ترجعلي. توب لربنا، يمكن توبتك تكتب لها حياة جديدة. وما تنساش ان الدعاء بيغير الاقدار، روح يا ابني قبل فوات الاوان. اسلام طبطب على كتف مارد، يعني روح. مارد جري على المسجد ودخل اتوضأ، وفضل يصلي ويدعي الانجل كتير، ومسك القرآن وقرأ كتير لحد ما نام من غير ما يحس. صحي بالليل بص حواليه، افتكر انه في المسجد،
قام بسرعة وجري على المستشفى، لقاهم كلهم قاعدين هاديين ومطمنين. أنجل عاملة إيه؟ الحمد لله، الدكتور قال إن نبضها رجع ينتظم والصبح إن شاء الله هتفوق، بس محدش يقولها إنها كانت حامل. الحمد لله. في الصباح أنجل فاقت والممرضة خرجت بسرعة وبلغت مارد. مارد دخل بلهفة وقرب عليها، كان وشها فيه كدمات. مارد بس راسها بالراحة. الحمد لله على سلامتك يا بنت المارد. أنجل ابتسمت بتعب وبعدين شاورت بعينيها على بطنها. ابننا. مارد قعد جنبها ومسك ايديها بهدوء. هنجيب غيره، ربنا كبير. المهم انت الوحيدة اللي مقدرش اخسرك يا قلب المارد. أنجل عيطت. مارد مسح وشها بإيده. ما تعيطيش أنجل، لو عيطتي هبوسك هنا في خدك اللي بيوجعك. ربنا يحفظك ليا قلب المارد. أنا من النهاردة هبعد عن أي حاجة ممكن تكون سبب في أذيتك. مش فاهمة. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي إنك أغلى حد في حياتي. الكل دخل اطمن على أنجل، ومارد شاور لإسلام وقال له عايزك، وخرجوا هما الاتنين. إسلام، أنا هبعد عن شغل المافيا ده نهائي، وهشتغل في الحديد والصلب بجد. مراتي وولادي لازم يعيشوا حياة هادية ما فيهاش خطر. وأنا معاك يا مارد، ده كان رأيي من الأول. على فكرة فريدة هي اللي قالت للكينج إن أنا ابن جميلة، بس أنا مش هقدر أعاقبها. هي مهما عملت هتفضل برضو الست اللي كنت بعتبرها أمي لمدة 18 سنة. بعد مرور 5 سنوات في فيلا صغيرة وهادية، ميري كان بيلف حوالين نفسه. يا ماما لبستي مالك؟ أيوة يا حبيبي لبس أهو، بس روز مش راضية تلبس، عايزة مامتها هي اللي تلبسها. ميري تقرب عند روز بنته وشالها. القمر الصغير ده ليه مش عايز يلبس؟ مامي. ميري تبسها. طب وبابي ما ينفعش؟ روز باست مارد. بابي. اسلام ورغد وادم وجودي وصلوا. يلا يا جماعة، انجل كده هتزعل لو اتأخرنا اكتر من كده. احنا كلنا خلصنا، هروح استعجل عزيز. نزلوا كلهم وركبوا عربياتهم وراحوا لانجل. كانت واقفة وبتبص في ساعتها وبتبص يمين وشمال وهي لابسة لبس التخرج. فجأة جه حد من وراها وحضنها وبسها. حبيبي اخيرا هيغير لقبه من طالبة لست بيت. لفت وشها وكانت مكشرة. اتأخرتي ليه؟ بسبب ست روز. انجلو الصغيرة طالعة عنيدة زي مامتها. انا عنيدة؟ ميرت قرب اكتر. لا طبعا، مين اللي قال كده؟ وكان لسه هيبوسها. اتحشم يا ولد، كيف تبوسها كده قدام الناس؟ بصت أنجل وجريت بسعادة. جدي وحشتيني قوي. حضنها وبس راسها. مبروك يا حبيبة جدك. جميلة وإسلام ورغد وعزيز كله بارك لأنجل. وعزيز كان بيقول لنفسه، يا فريدة لو ما كنتيش بعتيني كان زمانك معانا دلوقتي. وبدأت حفلة التخرج، وأنجل اتكرمت وطلعت على الستيج، مسكت المايك. أنا بهدي نجاح البابا المارد، ده الراجل اللي كان لابس عباية الشيطان وكان بيقسى على كل الناس إلا أنا. وأنا معايا عمري ما حسيت إني خايفة، لأن هو الأمان بحد ذاته. مدت إيديها للمارد وطلع هو كمان على الستيج وحضرته قدام الكل، والكل فضل يسقف لهم. وجميل عيطت، ومالك مسك ايد روز الصغيرة وطلع على الستيج. مارد شال روز وانجل مسكت ايد مالك وتصوروا صورة حلوة قوي. انجل بصت لمارد، بحبك يا مارد وانا بعشقك يا بنت المارد. ولحد هنا بتخلص روايتنا. عايزة اقول لكم اني بحبكم قوي قوي قوي، لانكم دايما مفرحين قلبي، وبشكركم من كل قلبي على كومنتاتكم الحلوة. زيكم
وإن شاء الله بوعدكم برواية جميلة زيكم، بس لو عايزيني أفضل مكملة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد بقصصنا، وياريت ما تنسنيش باللايك الجميل اللي بيفرح قلبي دعما لنستمر، وإلى اللقاء في الرواية الجديدة إن شاء الله. بحبكم قوي يا أحلى جمهور.